بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل شرح رسالة التوحيد العارف بالله الشيخ أرسلان الدمشقي، قدس الله سره ورحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. ويسر الله لنا زيارته وحرر الشام من كل فتنة وسائر بلاد المسلمين. يقول في آخر فقرة في رسالته: إن سلمت إليه قربك، وإن نازعته أبعدك. لا شك أن التسليم إلى الله والاستسلام تحت قهره وأمره ونهيه يؤدي إلى القرب من الله، فأنت تستسلم لقدره وتتحمل أوامر شرعه وتنتهي عن نواهيه. يبقى أنت مع القدر تسكن ومع الشرع تتحرك، فهم؟ فإذا تحركت مع الشرع على وفق الشارع مراد الشارع، وإذا استسلمت لقضاء الله راضيا بقدره وقسمته، كنت في هذه الحالة مسلما نفسك إليه فيقربك. أما إن نازعته لا تأتمر بأوامره ولا تنتهي عن نواهيه، وإذا أصابك بضر لا تقبل ولا تصبر ولا ترضى بقضائه ولا تقنع برزقه، يبقى في الحالة دي أنت في مقام البعد، أنت بعيد، مش أنت اللي أمامي، يعني هذا البعيد الذي هو أبعد نفسه عن الله. وإن نازعته أبعدك، إن تقربت إليه به قربك. لابد أن تستعين بالله حال تقربك إلى الله، فأنت لا تتقرب بجهدك بل مستبد من الله من قوته، فتعلم أن ما تقوم به من طاعة فهو بتوفيق الله وبمدد الله وليس منك. إن تقربت إليه به، أي مستعينا به، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه معنى إياك نعبد وإياك نستعين، نعبده مستعينين به، يقوم يقربك. إن تقربت إليه به قربك، وإن تقربت إليه بك أبعدك. تقربت إليه بعملك، يعني معتمد على العمل بتاعك، فإذا اعتمدت على سواه أبعدك، قل بحولي وقوتي، إنما أوتيته على علم عندي، معجب بعملك، ناظر إلى عملك، متصور أن عملك هو الذي يقربك إلى الله، يبقى في الحالة دي أنت بتتقرب إليه بنفسك وبعملك، فنسبت لنفسك ما ليس منك فصرت كاذبا كذوبا، فهمت بقى؟ وجاهل، وربنا لا يقرب الجاهل ولا الكذاب. تقول هذا عملي وانت تملك شيء، ده عمل الله اظهره على جوارحك، والله خلقكم وما تعملون. فلما تنسب لنفسك ما ليس ملكك تبقى ايه؟ تبقى زي السارق، تبقى كذاب، فهمت؟ وربنا ما يحبش الكذاب. وإن تقربت إليه بك أبعدك، يبقى لازم تتقرب إليه به، اللي هي مختصر إياك نعبد وإياك نستعين، اللي هي مختصر لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي هي مختصر وما بكم من نعمة فمن الله، اللي هي قول النبي استعن بالله ولا تعجز. شو كل دي معنى واحد. إن طلبته لك كلفك، لو طلبته لأجل رغبتك ومصلحتك كلفك. انت طلبته عشان الجنة، طب الجنة بقى طريقها محفوف بالأشواك، انا طلبته علشان ينعمني في الآخرة، يبقى طريق الجنة حفت بالشهوات، حفت بالمكاره، الجنة حفت بإيه؟ بالمكاره، يبقى كلفك مكاره، ولكن النار حفت بالشهوات. لو سبت نفسك على الحبل على الغارب، تلاقي نفسك في الآخر مشيت في سكة النار، ولو لجمت نفسك بالطاعة تلاقي نفسك ماشي في سكة الجنة، فاهم؟ يبقى
إن طلبته لك أي لحظ نفسك من أجل الثواب والعمل. يعني في ناس ما تعملش العبادة إلا ما يعرف ثوابها. ولك طب لو عملت كده هيديني إيه ربنا؟ يقولك يديك كذا. يقولك خلاص هعمل. طب يعني لو ما عرفتش هيديك إيه؟ مش هتعمل. ما يصحش. فهمت إزاي؟ لأنك أنت تبقى كده تابع للثواب، بتعبد من أجل الثواب مش من أجل الله. فهمت؟ بتعبد من أجل غرضك أنت. في ناس يقولك أنا بعبد ربنا وحافظ على صلاتي عشان تجارتي تربح وعشان ولادي ربنا يبارك لهم في صحتهم. مش في ناس بتعمل كده؟ وعشان ربنا سبحانه وتعالى يعافيني في بدني. كله حاجات لي، كله حاجات لي. يبقى كده هيكلفك، هيكلفك وتتعب. إن طلبته لك كلفك، وإن طلبته له ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. طلبه لي بقى لله. وإن طلبته لك دللك. دللك يعني كان معك على ما تريد. يجعل إرادتك، يجعل إرادتك هي إرادته. فهم؟ فتلاقي نفسك، شوف ستنا عائشة بتقول إيه؟ والله رأيت ربك يسارع في هواك. قول للنبي كده. ليه؟ لأن النبي كان ليس له هوى منفصل عن إرادة ربه، بل هوى النبي كان هو مطلق إرادة ربه. فهمت بقى؟ آدي معنى دللك. يعني يجعل ما تتعلق به هو ما قسمه لك. فما تحسش بالحرمان. ولا تحس انك انت بتجري ولا حاجة مش عارفنا. ويا عيني على اللي حب ولا طلش. انت ازاي يعني ايه؟ يعني حسرة على الذي حب ولم يطلش. لكن شوف انت بقى لما تبقى ربنا يجعل تعلقك بما قسمه لك. تبقى باستمرار راضي واستمرار حامل واستمرار شاكر. وما عندكش احساس بالحرمان ولا عندك احساس بالقهر. ولا عندك احساس انك مغلوب ولا مظلوم ولا ما عندكش المشكلة. ماشي كده على كفوف الراحة. دللك، دللك بلغة المصريين ايه؟ دلعك. احنا عندنا وكالة. لا صلح صلح. وان طلبته لك تقول واكي لك. واكي لك تبقى معنى صحيح. يعني توكل عنك في قضاء حوائجك. لكن هنا دللك. حلوة برضه. قربك يعني قربك من الله خروجك عنك. كلما ابتعدت عن نفسك وشهواتك كلما اقتربت منها. قربك خروجك عنك وبعدك وقوفك معك مع نفسك. يعني حجابك، حجابك نفسك. وقفت مع نفسك حجبت. خرجت من نفسك قربت. إن جئت بلا أنت قبلك. لو جئت كده بالله قبلك. لكن لا، وسع يا ملايكة افتحوا باب الجنة. ده أنا جاي لكم حجت 20 حجة وباني 50 جامع ومتصدق بملايين الجنيهات وما فاتنيش صلاة الفجر في حياتي. وسعوا بقى. ده جاي بإيه؟ بعمله بقى، جاي بنفسه. فهم؟ يوم الملايكة تقول له طب استنى بقى لما ربك يحكم. فهم؟ يوم ربنا يجيب له عمله اللي هو ما فرحان بيه ده ويحطه في كفة ويحطه النعم اللي ادهاله. نعمة واحدة. يلاقي الكفة بتاعته تطيش. يوم يعرف يفتقد. يقول يا ربي خلاص برحمتك. برحمتك. أول ما يفتقد يفتحوا له باب الجنة. الواحد ياخد باله من الكلمة. لا تحصوها. ده لو جاب له نعمة البصر بس أو نعمة السمع بس. أو نعمة هضم الطعام. انك تاكله كده وينزل. عارف لما تبلع كده، بتبلع كده وينزل الاكل وبعدين بعد كده يتهضم وبعد كده يعود الى قوه في جسمك. نعم كبيره قوي. يعني انا فاكر مره شفت عيان عندي الله يرحمه، راجل كان عنده 75 سنة، جاء عنده سرطان في المريء. المريء يعني يمنع بلع الطعام والريق، يعني لا ريقه بيبلعه ولا طعام يبلعه. درجه قدامه جنبيه إناء كده طول الليل قاعد يتفري ما بيبلعوش، لأنه لو بلعه يشرق يدخل في الحنجرة يتخنق ما بيمرش. شوف أنت بتبلع ريقك كم مرة مش حاسس بالنعمة دي مثلا. المهم الراجل ده مرة إيه بقول له يعني ربنا يشفيك.
قال لي والله يا دكتور انا اتمنى حاجه واحده. افتكرت بقى راجل عنده 75 سنه يعني ان ربنا يدخله الجنه ولا حاجه يعني. قلت له تتمنى ايه؟ قال لي اتمنى ابلع ريقي بس. والله قلت سبحان الله. وكان ساعتها الدكاتره اللي كانوا ايه بيمروا معايا على الراجل ده كانوا قاعدين في الاوضه بتاعتهم بيشتكوا المرتبات ضعيفه والدنيا غاليه ومش لاقيين ناكل مش لاقيين نعيش ومش عارف. قلت لهم شوفوا نعمل ايه؟ اهو انتوا بتبلعوا ريقكم ومش بتحمدوا ربنا. هو الراجل نفسه يبلع ريقه بس. سبحان الله. فاهم؟ فآية كده من الآيات. يعني انت عدوا نعمة الله لا تحصوها. بلعت ريقك كم مرة من يوم ما اتولدت؟ أما يدي لك نعمة بلع الريق بس من أول ما اتولدت ويحطها جميع أعمالك قدامك. ده دي نعمة أنت مش واخد بالك منها. طيب طرطفت العين كده بتبربش. بتبربش أنت بتحسبها بربشت أنا كم مرة؟ البربشه اللي هي تغميضه العين كده كل فتره علشان يحمي العين انها تتبخر لانها ماء فاهم وتتقرح. عارف انت نعمه البربشه اللي نعمه كبيره دي دي بتحفظ لك نظرك. احنا مثلا لما يجي واحد يجي له ورم خبيث في العصب الوجهي اللي هو بيبربش العين العصب السابع اللي يخلي العين تبربش فيقوم العصب ده يعطل وصل الى عيان فتح عين كده على طول كده على طول. اه والله تحكي على طول يحرك يبربش يقوم بعد شويه تلاقي عينه تجف وتتقرح ويفقد بصر. والله يقوم نعمل له ايه؟ نوديه لدكاتره الرمد يخيطوا له الجفنين عشان نحفظ عينه عشان ما تجفش لحد ما نشوف الحل هنعمل له ايه. لكن نروح مخيطين الجفنين في بعض تصور قد ايه علشان نحفظ له عينه. انت تصورت ان نعمه البربشه دي نعمه كبيره جدا مش واخد بالك منها. احنا لسه بنتكلم على نعم بسيطه انت مش واخد بالك. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوا. ففي الاخر تيجي تقابل ربك بعملك عمل ايه بتاع العمل انت ده هو اللي قواك للعمل واللي هداك للعمل واللي علمك كيف تعمل واللي عافاك في بدنك حين تعمل. وفي الاخر تقول انا اللي عملت ايه فاهم. فما يصحش اختشي. إن جئت بلا أنت قبلك. يعني جئت مفتقر. بلا أنت يعني مفتقر قبلك. وإن جئت بك حجبك. قالك طب استنى بقى أقعد بقى لما نحسب لك بقى. مش أنت بتاع الحسابات؟ أقعد بقى بتاع الحسابات. يحجبك بقى. العامل لا يكاد يخلص من رؤية عمله. يعني العامل المنهك في عمله اللي نظر قلبه إلى عمله لا يكاد يخلص من عمله فمنهك باستمرار من عمل لعمل من عمل لعمل من عمل مش عارف يستريح لا يكاد يخلص من عمله. لا يكاد العامل لا يكاد يخلص من رؤية عمله فكن من قبيل المنة. فلا تنظر للعمل إنه صادر منك بل انظر إلى العمل إنه صادر منه. في الحالة دي تحس ان العمل اللي ظهر على جوارحك ده فضل من الله وليس منك. تقوم تستريح بقى ما تبذلش مجهود لانك بقيت بتعبده به مش بتعبده بنفسك. نفسك انت لسه هتقوم ولسه هتوضع ولسه هصوم. ما انت بتقيس بجهدك. لا لو قست بجهدك مش هتعمل حاجة لانك ضعيف. لا اعرف ان هي بتقوم بقوة الله وبمنة الله. فكن من قبيل المنة. يعني فكن ناظرا إلى عملك أنه من قبيل المنة وما بكم من نعمة فمن الله. ولا تكن من قبيل العمل. يعني كن من أهل الإيه؟ الشعور بالمنة وليس من أهل المنهك بالأعمال والمقدود بالأعمال. إن عرفته سكنت. طبعا لما تعرف أنه لطيف بك وأنه رحيم بك وأنه يسارع لك في الخيرات يبقى ساعتها ايه تسكن بقى تحت ايه تحت اختياراته. وثقت ان هيختار لك احسن حاجه. وثقت في الله انه لن يخذلك ابدا ولن يضيعك ابدا. فيبقى ساعتها سكبت بقى مستريح. تصور انت مثلا قاعد مع ايه مع امك ولا ابيك وفي مكان مخوف يعني في وحوش وممكن تضرك. اول ما
تلاقي أمك قاعدة جنبك وأبوك تنام تستريح، لأن عارف إنه هيمنعه عنك الوحوش، صح ولا لا؟ فمش هتبقى عندك إيه؟ قلق. فطالما أنت عارف إن الله معك يحفظك حافظك، فخلاص تسكن بقى وتنام وتستريح. تنام يعني إيه؟ مش معناه تترك العمل، يعني معناه قلبك يترك التلهف على الغائب، ما بتبقاش متلهف على شيء غائب، بتبقى مستريح تسكن، يعني ترضى. وإن جهلته تحركت، جهلت أنه حافظا لك، تجيب بودي جارد يحفظك، وتجيب مش عارف إيه يعملك، وتجيب مش عارف إيه يوضب لك حاجتك، ومين قاعد طول النهار قاعد تكلف غيرك، قاعد بتتحرك كثيرا. إنما شوف النبي لما ربنا قال له والله يعصمك من الناس، اللي إيه؟ قال للحراس بتاعهم شو خلاص. فالنبي سكنه، قبل كده كان بياخد بالأسباب، لأنه كان متعبد بالأسباب، لأنه عبد يأخذ بالأسباب. إن عرفته سكنت، وإن جهلته تحركت. فالمراد أن يكون ولا تكون، المراد أن الله يكون وألا تكون معه، بل تكون به. لا تشعر أنك لك كينونة منفصلة، أنك مستغني بكينونتك عن الله، بل المراد أن يكون كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. وألا تكون يعني ألا تشعر بأنك لك قوة، وأن لك حيلة، وأن لك وجود وكون منفصل عنه سبحانه وتعالى. فالمراد أن يكون سبحانه ولا تكون. العوام أعمالهم متهمات، العوام كده، العوام اللي هم مش عارفين ربنا، أعمالهم كلها متهمة، متهمة قليلة الخشوع، قد تكون غير صحيحة، قد تكون فيها عطب، قد تكون معلولة لأنه يفعلها من أجل ثوابها، لا من أجل إرضاء الله، أو من أجل قلب مصلحة، لا من يعني. عشان كده العوام أعمالهم متهمات، والخواص أعمالهم قربات. الخواص بقى اللي عرفوا أنه بيعبد الله بالله، مشغول بالله في الله، فيبقى أعمالهم قربات. خواص الخواص اللي هو خرج من إرادته إلى إرادة المولى، فصار لا إرادة له بالكلية، فأعمالهم درجات يعني ارتفاع. فهمتني بقى إزاي؟ يرتفع بقى في المقامات. يبقى الخواص أعمالهم قربات تقربهم، والعوام أعمالهم متهمة. استنوا ما نحاسبكم، خليكم هنا العوام نحاسبكم، أعمالكم ده كويس وده وحش، وده كنت بتعمله ليه، وده كنت بتنظر للناس، وده يبتدي يحاسبوا بقى. والناقد خبير، فأعمال متهمة. لكن الخواص خلصوا من إيه؟ من شهوات أنفسهم ومن رغباتهم إلى مرادات الله، فإيه؟ فأعمالهم تقربهم إلى الله. وخواص الخواص أعمالهم ترقيهم، كلما اجتنبت هواك قوي إيمانك، يعني كلما خلفت نفسك وهذبت نفسك على وفق العلم الشرعي الشريف، زي ما قلنا الأكل تأكل بالشرع، فهم؟ شهوة النساء تبقى بالشرع عن طريق الزواج، لا عن طريق أي حاجة غير الزواج ما ينفعش، ولا حتى أنك تتفرج على إيه، يقول لك أنا مش حزني بس أنا بتفرج كده، والفرجة برضو ما الزنا العين تزن، والمشكلة أنها بتؤدي إلى الإدمان زي ما قلنا. يبقى الإنسان كلما اجتنبت هواك قوي إيمانك، وطالما قوي إيمانك زاد عملك في الطاعة، لما تبعد عن هواك يزداد عملك في الطاعة فيزداد إيمانك، لأن العمل يزيد وينقص، يزيد بالأعمال الصالحات وينقص بالبعد عن الأعمال الصالحات، بالتقصير في الأعمال الصالحات أو بارتكاب المخالفات. وكلما اجتنبت ذاتك قوي توحيدك، يبقى لما تجتنب هواك يقوى إيمانك. طب ولما تجتنب نفسك بقى، يعني ما تشعرش أنك أنت أصلا فعلت الطاعة بقوتك، بل فعلتها بالله، قوية توحيدك، علمت أن الفاعل واحد والمؤثر واحد والنافع واحد والضر واحد، فهمت؟ والهادي واحد واللطيف واحد والرازق واحد، يبقى قوية توحيدك. الخلق حجاب،
وأنت حجاب لأنك أنت من الخلق برضه. رزقك بيأتيك عن طريق الخلق مش كده؟ فهم حجاب الرزق، الرزق هو الله بس حجبك بالخلق فيجي لك عن طريق وسائط الخلق. فالخلق حجاب للرزق وحجاب للنفع والضر، فقد يضروك وقد ينفعوك في الظاهر، والضر والنفع هو الله. فالخلق حجاب، فإذا تخلصت من حجاب الخلق بقي حجاب النفس لأنك أنت برضو من الخلق. وأنت حجاب والحق ليس بمحجوب ومحتجب عنك بك، يعني الله محتجب عنك بك، وانت اصلا لا وجود لك لانك انت اصلا به. يبقى الحجاب ده وهم، وهم يعني لا وجود له. ومحتجب عنك به، عنك بك، محتجب عنك بك. طب وكل شيء هالك الا وجهه، هو في حاجه معاه عشان يحتجب بها اصلا؟ وعلشان كده ما قادك مثل الوهم، اي كده في الحكم ما قادك مثل الوهم، تتوهم انك محجوب ولا حجاب اصلا. وأنت محجوب عنك بهم، أنت محجوب عن نفسك بانشغالك بالخلق. فانفصل عنك تشهد، فانفصل عنك يعني انفصل عن الخلق ثم انفصل عنك، فلا تجد إلا موجود واحد، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى.